السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفات منوعه، والوصفتين اللي عندنا بالجبنه اول وصفتين. اول وصفه معانا هتكون شيش طاووق. الشيش طاووق بتاعنا هنحط له جبنه وهيبقى طعمه لذيذ جدا جدا جدا. والوصفه الثانيه معانا النهارده هي برجر بحشوه الجبنه، برضو حاجه كده جميله قوي. واخر حاجه هنعملها مع بعض هي هتكون شوربه الطماطم المشويه، طبعا بمناسبه الشتاء اللي احنا فيه والبرد. اول حاجه هنبتدي بيها هتكون معانا الشيش طاووق. علشان نعمل الشيش طاووق بتاعنا عايزين الاتي: 4 صدور دجاج او حسب عدد افراد الاسره، 1 فلفل اخضر، 1 فلفل احمر، عايزين 1 كوب زبادي، 1 معلقه كبيره جرم مسلة، 4 معالق كبيره زيت، 4 معالق كبيره عصير ليمون، 1/4 كوبايه نعناع اخضر، 1 معلقه كبيره زنجبيل، وجبنه بقى يا موتزاريلا يا تشادر للوش. ودلوقتي هنبتدي نعمل الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هنعملها عايزين نجيب طبعا بوله ومعلقه ملح وفلفل والزيت، زيت عادي. الجرم مسلة طبعا موجودة في كل السوبر ماركتات الكبيرة، أو ممكن تجيبوها كمان من عند العطار. زنجبيل باودر طبعا، وعندنا الملح والفلفل. وعندنا الليمون والزبادي. عندنا بقى النعناع، النعناع هيديله طعم كمان لذيذ جدا جدا جدا. يعني عايزين نقطعه صغير قوي، يعني حتى لو نقدر ان احنا نضربه في الخلاط مع شوية زبادي يبقى كمان الصراحة احسن، لانه لازم يكون صغير قوي قوي. فزي ما بقول لكم لو قدرتوا تقطعوه صغير بيبقى حلو، ولو ما قدرتوش برضو ممكن تحطوه في الخلاط. يعني كده كويس، بس في الخلاط هيبقى لذيذ كمان. ليه؟ لانه هيديني هيصبغ يعني كل ده هيبقى لونه شوية رايح على أخضر. الزبادي والتتبيلة كلها هتبقى شوية مخضر. خلاص كده ممتاز، حلو قوي. ناخده بقى ونحطه على التتبيلة بتاعتنا. نجيب الاسياخ الخشب بتاعتنا. طبعا لازم زي ما احنا متعودين دايما ندوق قبل ما نشتغل عشان نتأكد ان كل التوابل عندنا مظبوطة. ممتازة. ناخد الفراخ ونحطها في التتبيلة بتاعتنا. ويفضل بقى ان احنا نسيبها في التتبيلة دي يعني يعني مش أقل من 2 ساعة، ولو نعملها مثلا الصبح وبعدين نشتغل فيها بالليل، أو نعملها بالليل ونشتغل فيها الظهر تاني يوم يعني قبل بيوم بيبقى كتير أحسن. ناخد بقى دلوقتي، لا عايزة أغير الجلافز. نشيل دول من هنا.
ونبتدي نعمل السياخ بتاعتنا. وانا ناقص بس نحط الزيت صحيح عشان ما نبقاش نسينا حاجه، تقريبا 4 معالق كبيره زيت. ناخد بقى الستيكس بتاعتنا ونبتدي نحط الفراخ بالتناوب مع الفلفل اللي عندنا، يعني نحط مثلا دي كده واحمر وكمان واحدة ونقفل بالاخضر كده. حلو قوي. هكمل انا بقى عمايل الفراخ بتاعتنا واحطها مع الفلفل، ونطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل اكون عملت بقيه الفراخ اللي عندنا ونشوف هنشويها ونعملها ازاي. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا حطينا الشيش طاووق بتاعنا على النار علشان خاطر يتشوي، وممكن تقدروا تحطوه في الفرن كمان. دلوقتي بقى خلينا نعمل وصفتنا التانية والبرجر بتاعنا المحشي بالجبنة. ودلوقتي نسيب الشيش طاووق على النار ونبتدي نعمل في البرجر. طيب البرجر عامة يا جماعة ما بيتحطلوش توابل كتير، يعني ولا مكونات كتير، يعني هو البرجر كله اللي بيتحط له ملح وفلفل بس. الفكره انه ازاي نعمله، هناخد لو مثلا هنعمل كيلو من اللحمه المفرومه بناخد معاها 100 جرام، يعني بنخليها 900 جرام لحمه مفرومه و100 جرام دهنه علشان تطلع حلوه، ومبنحطلهاش حاجه خالص غير بس ملح وفلفل بس. تقدروا تحطوا معاها لو حبيتوا معلقه من صوص الباربيكيو، انما بقى اللي بيقعد يحط توست منقوع في لبن وبيقعد يحط شويه بقسماط وبيحط بصل، دي بقت كفته. كفته مش برجر، بس طبعا بتطلع برضو حلوه يعني. بس هو انا بقول لكم ازاي هو بيتعمل في بلاده. خلينا بقى نبتدي نشوف هنعملها ازاي. بس اول حاجة خليني اقلب الشيش الطاووق ده قلبة قبل ما نبتدي نشتغل في البرجر بتاعنا. بسم الله. طبعا انا حطيت بس شوية زيت في القاع بتاع الصينية بتاعتنا أو الطاسة. بس هي برضو بتلزق الحاجة فيها، مش عارفة ليه، مش عارفة أعمل لها إيه، مع إني يعني بحب بتشوي حلو يعني مساحتها حلوة وكل حاجة، بس بتلزق فيها السخانة الطاسة زي النار الطاسة، بس خلاص لازم تلزق. ها اتفضلي. بعد ما اتقلبت كده ممكن ما تلزقش على فكرة، وزي ما قلنا بتقدروا تحطوها في الفرن. دي صغننة دي. يلا طيب دلوقتي هنعمل وصفة البرجر بتاعتنا. علشان نعملها عايزين طبعا عيش برجر، عايزين لحمة مفرومة زي ما اتفقنا 900 جرام لحمة مفرومة و100 جرام دهنة، عايزين ملح وفلفل، جبنة شادر شرايح، طماطم شرايح، خس وكاتشب ومايونيز وماسترد.
هناخد لحمة مفرومة من هنا، خليني نعمل شوية كده منها، يعني دول كفاية. هناخد الملح والفلفل، ادي الملح وادي الفلفل، وزي ما قلنا هو فقط ده اللي بيتحط للبرجر، مش اكتر من كده ابدا. هنعملهم بقى كده كويس عشان الملح والفلفل يتوزعوا. خلاص هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب السكينة ناخد شريحة، ومش اللحمة بتاع، مش الجبنة بتاعة البرجر، لأن جبنة البرجر بتبقى كتير رقيقة وبتسيح بسرعة، اللي هي السلايسز دي. لا احنا هنجيب، هناخد، أنا بحب اللحمة دي أكتر، الجبنة دي أكتر مع اللحمة دي، مع نوع البرجر ده. فهنفتح كده، ناخد كده البرجر بتاعنا، ونعمله بالشكل ده، ونحط الجبنة. دايما اقطعوا الاطراف كده احسن، علشان دايما الاطراف بتبقى، طبعا لانها مربعة والبرجر مدور، فالاطراف دايما بتطلع برة، بس كده بتبقى ممتازة. شايفين كده اهي. ناخد كمان قطعة قدها ونعملها بنفس الشكل علشان نقفل عليها. ممكن بقى دي نعملها في الفرن، وممكن نعملها على النار عادي هنا زي ما تحبوا. لو هنعملها على النار خلينا نحط من دلوقتي الطاسة علشان لازم تسخن كويس. كده ونقفل عليها بالشكل ده، ونتأكد بقى من الاطراف انها مقفول عليها كويس جدا جدا جدا. كده تمام. وبعدين نعمل كده تاني، نحاول الحتة اللي طلعت دي ندخلها. علشان بس اتأكد ان الجبنة ما تطلعش خالص من الاطراف بتاعة البرجر بتاعنا. خلاص كده تمام، كده تمام اهو، شايفين ممتاز. نعمل كمان واحد، وبعدين هناخده بقى ونحطه زي ما اتفقنا على البوتاجاز من فوق. تقدروا بقى بعد ما تخلصوا كمان تروحوا حاطين له حتة فحمة، يا عيني بيبقى كأنكم عاملين البرجر على الفحم، بيطلع حلو قوي. ناخد برضو الجبنة دي، وبرضو الاطراف نعملها بالشكل ده، نحط هنا الجبنة وناخد الحتة اللي فاضلة. هي بقى اللحظة الحاسمة بتبقى امتى؟ لما بنيجي نقطع والجبنة كده تنزل من النص، تبقى حاجة صعبة قوي. طبعا انا سخنت الطاسة، دلوقتي نحط مع بعض البرجر بتاعنا، او بتحطوه في الفرن زي ما اتفقنا، زي ما تحبوا. يا ده يا ده، هنقفل كويس الاطراف بهذا الشكل. ونرجع تاني زي ما قلنا ندخلها لجوه كده،
ونحط بقى دلوقتي، بس هحط كده يعني شوية زيت في الطاسة أو في الفرن زي ما قلنا، زي ما تحبوا. انتوا عارفين خلينا نحطها في الفرن أحسن علشان حتى إيه تفضل سخنة، عشان لما نيجي نقطعها نبقى متأكدين إن الإيه قلبها من جوه سخن. خلاص كده تمام. نجيب بقى صينية نحط بس فيها نقطة زيت، ونحط فيها برجراتنا الجميلة اهم، وندخلها الفرن صراحة على درجة حرارة عالية، يعني أعلى درجة حرارة في الفرن هي اللي هنحط عليها البرجر بتاعنا. هسيبها بقى في الفرن تقريبا يعني 25 دقيقة وأقلب ده، ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل تكون الحاجات اللي عندنا دي استوت، نشوف هنعمل فيها ايه ونبتدي نعمل الشوربة بتاعتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا حطينا البرجر بتاعنا في الفرن، وهنعمل دلوقتي الشوربه بتاعتنا. الشيش طاووق بتاعنا تقريبا خلص خلاص اهو زي ما انتم شايفين، ممتاز. طيب عشان نعمل الشوربه بتاعتنا خليني بس احط الزبده على النار، وبعدين نقرا المكونات اللذيذه بتاعت شوربتنا. طبعا مع الجو ده ممتازه، هي بس يمكن شوية تغلبنا عشان هنضطر نشوي الحاجة، بس بتفرق كتير في الطعم. عايزين عشان نعمل شوربة الطماطم المشوية نص كيلو طماطم مشوية، واحد فلفل أحمر مشوي، معلقة كبيرة زبدة، واحد بصلة صغيرة مفرومة، نص كوباية ريحان طازة، ملح وفلفل، مكعب مرق، واحد كوب كريمة لباني. طيب حطينا هنا البصلة مع الزبدة وهنقلبهم شوية. طبعا احنا الـ ممكن تحطوا توم كمان. عملنا ايه؟ جبنا الطماطم المشويه والفلفل المشوي، دهنتهم بشويه زيت زيتون وحطيتهم في الفرن يتشووا. اول ما طلعنا الطماطم قشرناها والفلفل برضو قشرناه، وهنكمل دلوقتي بقيه الوصفه السريعه جدا بتاعتنا، بس في نفس الوقت لذيذه جدا جدا. بنقلب بس شويه كده البصله، خلينا نجيب سكينة. يعني أنا هقطع الطماطم كده بطريقة هي والفلفل أي كلام، لأن أنا كل ده في الآخر ههرسه، أو يا بتهرسوه يا بتضربوه في الخلاط اللي موجود عندكم. الشيش طاووق عندنا خلاص تقريبا، بخليني أشيله. هنا البصلة برضو بقت تمام، فهجيب الطماطم اللي عندنا واحطها هي والفلفل المشوي. شايفين يعني مش مهم عندي التقطيع عامل ازاي، لان كل ده هيتهرس. حتى المية دي اللي نزلت من الطماطم بحطها. هنحط معاهم شوية ملح وشوية فلفل، هقلبهم بقى مع البصلة شوية بس كده. تقدروا تحطوا كمان معلقة صلصة لو حابين. هنجيب بقى المية
هحط المية هنحط مكعب مرق. أنا ناقصني دلوقتي إيه؟ ناقص الريحان وناقص الكريمة، دول طبعاً آخر حاجة بتتحط خالص. دلوقتي أنا هسيب الخليط ده على النار تقريباً تلت ساعة، تلت ساعة تقريباً من ساعة ما يبتدي يغلي هسيبه لغاية ما المكونات تطرى زيادة، وبعدين هستعمل المكنة دي أو زي ما اتفقنا نضربه في الخلاط. على ما نعمل كده خلينا مش دي اللي بتفك. والله هي. طيب هناخد دلوقتي الشيش طاووق بتاعنا وناخد السكينة خلينا نقطع الشيش طاووق الجبنة بتاعتنا. واضح احنا ما عندناش غير دول، يبقى خلينا نقطعها كمان كده. ناخدها بقى ونحط على كل واحدة من دول جبنة، عشان كده أسهل إن احنا نستعمل الجبنة دي من إننا نستعمل الجبنة المبشورة. هنحط على شوية والباقي مش هنحط عليه، عشان يبقى شوية كده وشوية كده. ونحط على دي. وهناخد بقى الصينية بتاعتنا دي ونشيل الايد. مش هي دي اللي بتتشال ايديها ولا مش هي؟ هي. وناخدها نحطها في الفرن لغاية ما تسيح الجبنة بتاعتنا. انا حتى يعني هحطها واطفي الفرن علشان خاطر براحتها تسيح. تعالوا نشوف هنا ايه الاخبار. شوف هنستنى بقى عليه شويه لغايه ما يستوي، ودلوقتي احنا كل حاجه مستنيه الوقت، يعني البرجر بتاعنا مستنيينه يستوي، الشيش طاووق بتاعنا مستنيين الجبنه اللي عليه تسيح، والشوربه بتاعتنا مستنيين عليها كام دقيقه كده قبل ما نهرسها. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نشوف هنقدم اطباقنا ازاي. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الشوربه بتاعتنا استوت، خلينا بقى نبتدي نشيلها بس من على النار، نحط معاها الريحان. ما تنسوش الريحان اخر حاجه، اخر حاجه بنحطها، يا بالمكنه دي يا بالخلاط زي ما تحبوا. تمام كده نرجعها بقى ونحط معاها لو حابين شوية كريمة. أو حابين تحطوا الكريمة بس على الوش زي ما تحبوا. طيب دلوقتي خلينا نبتدي نعمل
البرجر بتاعنا اللي هو في الفرن. هناخد انا هنا حطيت كاتشب ومايونيز وماسترد مع بعض وقلبتهم، وهحطهم هنا في قاع الساندويتش بتاعنا. وخلينا كمان نطلع الشيش طاووق بتاعنا اللي الجبنة بتاعته ساحت على ماء البرجر، فاضله بس دقايق ويستوي. نحط الشيش طاووق بتاعنا. بسم الله. حاجة جميلة جدا لعلمكم اللي بالجبنة ده، يعني تجربة حلوة. هادي الشيش طاووق بتاعنا، ودي نشيلها من هنا. ودلوقتي ناخد الشوربة بتاعتنا اللي خلاص استوت، ونجيب طبق ناخد الكريمة اللي عندنا ونمشيها كده على الوش. وادي الشوربه بتاعتنا. وناقص بس نجيب البرجر. يعني احنا عندنا برجرية تقريبا استوت. خلينا نشوف هنحط لها ايه دلوقتي. هنحط لها يعني انتوا حطوا اللي انتوا عايزينه، احنا هنحط لها بس خس وطماطم، وعايزين نجيب سكينة علشان خاطر نقطع البرجر بتاعنا. يمكن دي كويسة، ممكن تكون دي كويسة. خلاص نجيب بقى الفوطة، وبعدين على حسب انتوا بتحبوا البرجر بتاعكم ايه، يعني عايزينه. انا عن نفسي بحبه ميديوم ويل، يعني لا قبل اخر درجه استوى، يعني مش ميديوم، لا ميديوم ويل. دايما بتكون الميديوم ويل في اللحوم عامه كلها بتكون هي احسن درجه استوى للحمه من حيث الطراوه. الويل في اغلبيه انواع اللحمه بينشفها، مثلا زي الفيليه، حتى البرجر لما بيوصل لدرجه العالي خالص الويل دان بتبقى ناشفه شويه. فدايما الميديوم ويل لو انتوا بتقدروا تاكلوا ميديوم ويل هيبقى هو احسن حاجه. خليني اجيب المكحاف. ونحطها كده هنا. بسم الله.
كذا ونحط عليه بقى. لو عايزين تحطوا عليها اي حاجه يعني حطوها، ما انتوش عايزين تحطوا ما تحطوش، زي ما انتوا عايزين. احنا خلينا نحط بس كده خصايه وطماطمايه، وبرده ممكن نحط هنا شويه من الكاتشب والمايونيز والماسترد اللي عندنا، ونقطع بقى البرجر بتاعنا. ادي شكله، خلينا بقى نقطعه على ما التانية تستوي ونقدم التانية معاه. يلا بسم الله، مستعدة يا طمان؟ يلا بينا. بسم الله، اهي طبعا ده الميديوم ويل اللي هو بيبقى في شويه لسه ني من الوسط، اللي في الفرن هو اللي هيكون مستوي على الاخر، هو اللي هنعمله ويل دان. وفي الاخر زي ما اتفقنا درجه الاستوى بقى بتاعتكم زي ما انتم بتحبوا. احنا من قبل ما نقطعها قلت لكم في ميديوم ويل وفي ويل دان، فزي ما تحبوا انتم قدموه. احنا هنحطه ده بس دلوقتي، وبعدين نجهز التاني. ريحته بتشهي، لازم يتقفل، هيقع فقعش أرجوك. وأحط التاني دلوقتي وبعدين نخلص الحلقة بتاعتنا. وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا النهارده، واللي عملنا لكم فيها البرجر المحشي بالجبنه، وعملنا لكم فيها شوربه الطماطم المشويه، وعملنا لكم فيها كمان الشيش طاووق اللي بالجبنه. الوصفات بتاعتنا طبعا كلها هتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا كمان شويه، واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده الساعه 8 بالليل والساعه 8 الصبح. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.